أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سألت نفسك يوما إذا كنت جائعا فلماذا يجب أن تأكل الطعام حتى تشبع؟ لماذا لا نستطيع أن نشرب الماء ونشبع؟ وإذا كنت عطشانا فلماذا يجب أن تشرب الماء لكي ترتوي؟ ولا يمكن أن ترتوي إذا أكلت الخشب مثلا. لا يمكن أن تشبع إذا أكلت التراب. لا يمكن أن تقي البرد إلا بثياب. لماذا لا يمكن أن نقي البرد بدونها؟ لماذا نحن نتعامل مع الأشياء على حقيقتها؟ أو بعبارة أخرى، لماذا هنالك حقائق وطبائع للأشياء لا تتجاوزها؟ طبيعة الماء هكذا، خلقها الله، خلق هذه الطبيعة سيالة وجعلها تنسجم مع حاجة الجسم إلى الماء. وكذلك الأمر فيما يرتبط بالطعام، كذلك الأمر فيما يرتبط بالملبس، المأكل وبقية الأمور. لماذا حينما تكون عندنا شهوة معينة فلا يمكن إشباعها إلا في مجالها الطبيعي وليس في مجال آخر؟ الجواب على هذا السؤال واضح لدى الجميع، وهو أن هنالك سنن لا يمكن تغييرها، وقصارى ما يمكن أن نعمل أن نحسن التعامل مع السنن القائمة. أما أن نغير طبيعتنا أو نغير طبائع الأشياء فهذا غير وارد. يعني أن نجعل طبيعة الماء تشبع ولا تروي، وطبيعة الطعام بدل أن تشبع تروي الإنسان. لماذا حينما تركب أنت في السفينة وتنقص عندك المياه لا تستطيع أن تشرب من مياه البحر، مع أن البحر كله ماء، لكن لاختلاط الملح بمقدار كثير بالماء فإن ماء البحر بدل أن يروي يعطش، لأن الله لم يجعل في الملح طبيعة أن تروي الإنسان. الملح بالعكس من ذلك تزيد من عطشه ولا تنقص منه شيئا. هذه السنن التي جعل الله قدرته وعلمه وحكمته فيها، وأظهر علمه وقدرته وحكمته في وجودها وانسجام بعضها ببعض وانسجامها مع خلق الإنسان، هذه السنن هي التي تحكم هذا الكون بالتمام والكمال، وهي السنن القائمة أيضا في جميع مجالات العلوم. يعني قصارى ما يتعلمه المهندس هو أن يعرف سنن الله عز وجل في مجال البناء مثلا، قصارى ما يتعلمه الطبيب أن يعرف طبيعة الإنسان وطبيعة الدواء وطبيعة الغذاء وطبيعة النبات وما ينسجم بعضه مع جسم الإنسان أو يتنافر معه. هذا هو الطب، تلك هي الهندسة، علم الكيمياء، علم الفيزياء، كل هذه قائمة على شيء واحد، على معرفة سنن الله عز وجل في هذا المجال المعين. سنة الله فيما يرتبط بالصحة والمرض، سنة الله فيما يرتبط
البناء وطبيعة التربة وطبيعة الهواء وطبيعة الماء وسنة الله في الماديات، هذه سنن الله. ولله عز وجل سنن ظاهرة، وهي ما ترتبط بطبائع الأشياء كما قلنا. وهنالك لله أيضا سنن ترتبط بالتاريخ، ترتبط بالمجتمعات، ترتبط بعواقب الأمور، ترتبط بمستقبل الإنسان. هذه السنن ليست ظاهرة مثل ما هي في طبائع الأشياء، لكن اللبيب الذي يفكر فيما سبق وفيما حدث في التاريخ يستطيع أن يكتشف تلك السنن فيما يرتبط بالحاضر والمستقبل. وربنا عز وجل أنزل الكتب وبعث الأنبياء يتوالى بعضهم بعضا لكي يعلم الناس سننه فيما يرتبط بالمجتمعات، فيما يرتبط بالتاريخ، فيما يرتبط بعاقبة الإنسان. كل آية في القرآن الكريم تبين سنة إلهية، وسنن الله لا تقبل التغيير ولا تقبل التبديل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حينما تكون قرية من القرى قائمة على الظلم، قائمة على الطبقية، قائمة على التمييز الظالم، قائمة على أساس أغنياء بلا حساب وفقراء بلا حدود، فإن الله هنا يخاطب الأغنياء، لأن المسؤولية تقع على عواتقهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية، لا بمعنى أن الله يحب أن يهلك القرى على رؤوس أصحابها، وإنما بمعنى أنه إذا سنة الله تعلقت في هلاك قرية فإن الله قبل ذلك ينذر، وهذه أيضا من سنن الباري عز وجل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني الأوامر تأتي حينئذ على المترفين الذين يأخذون الحقوق والذين لا يعطون ما عليهم من واجبات. نأمر المترفين بأن لا يترفوا وأن يعطوا للفقراء وأن يقيموا قريتهم على العدل، لكن هؤلاء المغرورون بأموالهم والغارقون في ترفهم لا يسمعون كلام الباري. حينئذ تحق على تلك القرية كلمة الله، كلمة العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الذي يملك أموال زائدة ما الذي يفعل بها؟ إما أن يسرف في الطعام، في البناء، في الحاجات وشراء الأشياء التي لا يحتاج إليها، وإما أن يزداد فسقا وفجورا. ما دام عنده مال يذهب وراء الفسق والفجور والموبقات، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه سنة إلهية، هذه السنة الإلهية تنطبق على الحضارات، تنطبق على القرى، تنطبق على المدن. حينما تقوم حضارة من الحضارات على الظلم، على العدوان، على الطبقية، على الفسق، على الفجور، على ارتكاب المحرمات، فإن تلك الحضارة ستتدمر. الآن كيف يدمر الله الحضارات؟ كيف يدمر القرى؟ كيف يدمر المدن؟ هذه ترجع إليه، ولله طرق عديدة في ذلك. كذلك لله عز وجل سنن في المجتمعات، مجتمع يتقدم، مجتمع يتأخر. ليس ذلك بالصدفة قطعا، كل مجتمع متأخر يمكن أن يتقدم يوما من الأيام إذا اتبع سنن الباري عز وجل وأحسن التعامل مع تلك السنن. أيضا مجتمع متقدم يمكن أن يتخلف إذا لم يلتزم بالتعامل مع سنن الباري فيما يرتبط بالمجتمعات. الحق، العدل، الحرية، هذه سنن الباري في الحياة. كما أن الإنسان العطشان يحتاج إلى الماء والجوعان يحتاج إلى الطعام، فإن المجتمع الحي المتقدم يحتاج إلى الحرية، يحتاج إلى العدالة، يحتاج إلى الالتزام بالحق. فإذا لم يلتزم بذلك يكون مثل إنسان لا يأكل الطعام ولا يشرب الماء، يموت جوعا وعطشا. إذن
أنت لا تستطيع أن ترتوي إذا أكلت الخشب، ولا أن تشبع إذا أكلت التراب، بل لابد أن تتبع سنة الله فيما يرتبط بطبائع الأشياء. كذلك لا يمكن أن تتقدم وأن تكون عاقبتك حسنة إلا إذا اتبعت سنة الله في ذلك. والسلام عليكم.